بكم في قناتي للطبخ والجمال والترفيه. اليوم فيديو جديد غنشارك معكم فيه طريقتي في تحضير كسكسو عاشوره، ومنها كنقول لكم عواشر مبروكه والله يدخل عليكم بالصحه والسلامه وباش ما تمنيتو. ندوزو نشوفو المقادير على بركه الله. عندي انا هنا الجديد اللي فزكتو من قبل، والكميه كتبقى على كل حساب كل واحد وشحال بغى يدير. انا عندي هنا كميه كثيره. غادي نحتاج سكين جبير، هنا عندي خرقوم بلدي، عندي ثلاثة البصلات مشلضين، عندي هنا السمن، الملح، إبزار، عندي غير نص كاس ديال الزيت حيت كيف ما كتشوفوا القديد فيه الشحمة كثيرة. غندير غير نص كاس ديال الزيت راه كافي. وعندي هنايا الحمص فزك زلافة، وعندي مطيشة مطحونة انا غنستعملها. كل اللي ما كيديرش مطيشه كلها على حساب. المهم انا غنوريكم الطريقه ديالي. نبداو على بركه الله. ديروا هنا القديد في الطنجره في البرمه، عندي هنايا جوج معالق ديال الخرقوم بلدي، عندي جوج معالق ديال السكين جبير، عندي هنا معلقه صغيره الملح، غندير غير شويه ديال الملح حيت القديد هنايا راه كيكون مالح. المعلقه ديال البزار، عندي معلقة هنا عامرة ديال السمن، بصلة، غنديرو هاد الشي على البوطة باش يتشحر مزيان. ملي يتشحر غادي نروي عليه بشي 3 يطرو ديال الماء حيت عندي تقريبا انا 2 كيلو ديال السميده. وعاد ملي يغلى نزيد الحمص وقبطه ديال الربيع. دابا درنا البرمه ديالنا داك الجديد وهذا كيتشحر، غندوز نحضر نوريكم الطريقه ديال التحضير ديال التفايه اللي غنرافق بها. هذا غنحتاج شويه ديال الملح، معلقه ديال السكين جبير، خرقوم بلدي، معلقه ديال البزار، معلقه ديال السمن، طامة ديال الزعفران، ويلي كاينة ديال العود. ما درنا البصله ديالنا طيب، غندوزو باش نديرو هاد الخيزو. غنوريكم الطريقه ديال هاد الخيزو كتجي زوينه، اللي غنديرو معسل مع القرعه باش نزينو به الكسكسو. غنشدو عندي هنا خيزو منقي ومغسول، عندي تقريبا هنايا كيلو ديال الخيزو،
نديرو هنا معلقه ديال خرقوم بلدي، معلقه ديال السكينجبير، معلقه ديال البزار، شويه ديال الملح غير شويه حيت حنا غنعسلوه، شويه ديال السمن، غنضيف معلقه ديال القرفه ما ذكرتهاش في المقادير، معلقه صغيره. دابا غنضيف ندير تقريبا الماء اللي غادي يغطي لينا خيزو فاش يطيب خيزو، تقريبا يكون مقاد معاه. انا نعطيكم الماء الكافي. دابا درت نص سيطر نزيد دابا غنسد على الخيزو في الكوكوط حتى يدخل ليه الطياب، وعاد غنزيدو عليه القرعه. دابا غندوز نسد على البصله واحد تقريبا واحد 5 دقائق، تصفر عليها شويه على عافيه مهيله، وعاد ندوز نزيدو عليها السنيده و ازاز ديال الزهر، ونخليوها او الزبيب ونخليوها تعسل. دابا غندوزو نديرو الكسكسو ديالنا يفور. انا استعملت السميده العاديه ديال العبار، كسكستو بهاد الطريقه. وغادي نديرو دابا يفور. ندوز دابا نديرو في الكسكاس ونديرو يتفور. غير هي هاد السميده ديال العبار كتبغي تفور مزيان في الاول باش ما تعجنش، باش فاش كتجي تسقيها في المره الثانيه ما كتعجنش. بعد ما طابت البصله ديالنا غنزيد عليها الزه ديال الزهر، نزيد عليها الزبيب اللي فزكت قبل في الماء، ونزيد عليها كاس ديال السنيده، وغنديروها تعسل.
نرجعوا البصله ديالنا تتعسل مزيان حتى تولي ذهبيه في اللون ديالها، ونرجعوا نشوفوا بعد ما تفور الكسكسو ديالنا المره الاولى. خليناه تفار مزيان، تفور مزيان، عاد غد دينا كنسقيوه. نسقي الكسكسو ديالنا مزيان، نسقيو ما نخيزو هنا ملي دخل فيه الطياب. ملي دخلو الطياب غادي نضيف عليه القرعة. نضيف عليها قرفة وغادي نضيف تقريبا واحد نص كاس ديال السنيده ولا كاس لاروب. انا ما عنديش دابا، مابقاش عندي السنيده. غندير هنا طوبات ديال السكر، ندير ثلاثه طوبات ونديرهم هنا في الماء لاصوص اللي هنا حتى يذوبوا مزيان. صافي غنرجع هذا فوق البوطه حتى طيب هاد القرعه ديالنا وتعسل مزيان، ونرجعو نكملو التتمه ديال المراحل ديال الكسكسو ديالنا. ديروا على عافيه مهيله. بعد ما تفور الكسكسو ديالنا المره الثانيه سقيناه مزيان، هو كما كيجي على هذا الشكل هذا. غنرجعو دابا يتفور ونرجعو نشوفو التتمه ديال المراحل ديال الكسكسو ديال اليوم. الكفايه ديالنا كتعسل هنايا، هي غادا كت نخلوها حتى كيتعسل مزيان يولي اللون ديالها ذهبي. تتوقف ما كيبقى ملي كديري هكا ما كتبقى الا مرقه لا والو، كتوقف المرقه ديالها. بعد ما فار تفور الكسكسو المره الثانيه غنسقيوه مزيان.